أنا عملت مسلسل اسمه البنات، كان عندي فيه 4 بنات والأب مريض وبنحاول نعالجه وبنحاول ندبر مصاريفنا عشان نصرف على الأب يتعالج. أعتقد ده كان أكتر دور زي دوري في الحياة. أصعب دور ما دمت، لأن بمنتهى السذاجة أنا ما كنتش متصورة إن في حد، يعني شخصية ماجدة في ليالي أجوني تجمع كل الصفات اللي أنا أكرهها. وكنت بقول دايما للأستاذ هاني أنا حاسة إن أنا مش هقدر أعملها. قريت دور نادرة، الست نادرة دي، فحسيت إن في حاجة، الحاجة اللي أنتوا بتتكلموا عنها دلوقتي، لقيت في مواقف، يعني مواقف فظيعة، يعني أنا حابة إني أجسدها. والدتي بقى كنا زمان مش زي دلوقتي، دلوقتي مليان حاجات كتير تتجاب واستعمالاتنا كتير، لكن والدتي ما كانش استعمالتها حاجة. أنا والدتي أول حاجة جبتها لها تكييف، قالت لي روحي رجعيه ده مضر، هاتيلي مروحة. فالتفكير اتغير. هحتفل بعيد ميلاد بنتي عشان هي مولودة 21 مارس، فدي كانت أجمل هدية جاتلي. البنوتة أصلها للأم هي الصحبة وهي الاستمرارية وهي كده، يعني هي لما اتجوزت كان نفسها تخلف ولد قوي فجابت بنتين الأول. أنا كنت سعيدة بالبنات جدا، بس ابتديت دلوقتي ألعب مع الولد برضه ودمه خفيف جدا. كان بقى بنعمل مثلا تورتاية كده طعمة، بنجيب لها هدايا طبعا، بنحسسها بحبنا ليها ولمتنا حواليها، يعني كان بيبقى برضو احتفال جميل. يعني ما احبش ابدا اطلع ام بتقول هجس كذب، لا، لازم يبقى الكلام بتاعها صادق وبتقوم برسالة مهمة وتفيد المجتمع. انا بعتبر الفن يا بنتي رسالة، لازم أقدم حاجة تفيد المجتمع. دور الأم ده شيء مهم جدا. مفيش حد يا جماعة يعني بيتربى أو بيكبر إلا بأمه، لولاها ما تبقيش أنت ناجحة قوي، أو مثلا بعد الشر ما قدرتش تخليكي ناجحة أو بقى في فشل أو كده. أساسية جدا جدا في حياة الإنسان، فإزاي ما تبقاش أساسية في الشغل؟ يعني إزاي أنا ما شوفش الأم اللي طلعت الشخص ده أو الشخص ده؟ أنا بشوف إن الأمهات عليهم عبء كبير قوي في الحياة، خصوصاً مع انشغال الأبهات في السعي وراء الرزق وكده. فأكتر حد، حتى لو الست بتسعى، يعني الراجل ما يقدرش يجمع الوظيفتين، الست تقدر تجمع الوظيفتين، تقدر تكون أم وست وأكتر يعني، وبتشتغل برا وبتعمل حاجات كتيرة. فالأم هي اللي بتكون الشخصية بتاعت الطفل. مش كده، بزعل قوي لما الاقي دلوقتي امهات سايبين ولادهم لحد تاني، يعني يربي فده في طبقات معينه، او سايبينهم مع نفسهم في طبقات اخرى. ده مش دورك في الحياه على فكره. يعني لو تعارض دور التربيه والام، الام كأم مربيه والسند في البيت مع الشغل، الامومه لازم تاخد مكانها الأول. إن مسؤوليتكم كبيرة، أنتوا اللي عليكم العبء الأكبر، أنتوا اللي لازم تربوا على الذوق والأخلاق ومحبة ربنا ومحبة البلد، لأن ولادكم دول هم اللي البلد دي هتقف عليها. محدش يستنى من ولاده حاجة، انت بتعملي ده عشان ده واجبك اللي ربنا هيسألك. اقول لها اولادك ثروتك واللي ربنا هيحاسبك عليها كمان، فحطي كل جهدك في انك تعلميهم صح وتربيهم صح، عشان هما دول ثروتك اللي هتنفعك لما تكبري وتبقي محتاجه لحد يبقى جنبك فاهم ومتربي كويس وبيحبك. أقول لهم كل سنة وانتم طيبين،
وكل سنة وانتوا أمهات يعني بتعملوا قدوة حلوة قوي لأولادكم، وكل سنة وانتوا بتطلعوا لنا شباب جميل زيكم كده، انتوا الاثنين شباب ناجح وبيحب بلده وبيحب أمه وأهله، جواها حب كبير قوي لكل اللي حواليها ولبلدها.